كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. محمد رسول الله. هم تبكي عند المسألة منطقة ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له فيه والحق بنبينا عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الساحة الفنية والإبداعية والثقافية فقدت عالم من أعلام المسرح المغربي، أعطى الكثير للإبداع الثقافي، أعطى الكثير للإبداع الفني، وأعطى الكثير للإبداع المسرحي. أثرى النقاش المرتبط بالثقافة في شقه المتعلق بالمسرح، واليوم الساحة المسرحية والفنية حزينة بفقدانها لعالم من أعلام المسرح المغربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.